لما حضرتك تفتحي الابره وتستعمليها وبعد كده ترميها في الزباله، يجي عامل الزباله يشيل الكيس الزباله على ظهره، يلاقي نفسه تشك من ابره مستعمله مش عارف مين اللي استعملها. يجوا الاطفال الصغيرين يلاقوا في الشارع ابره مرميه ويحاولوا يلعبوا بيها عشان خاطر يبقى دكتور، او يشكشكوا بيها بعض، او يشكشكوا بيها ناس مختلفه. ده خطر جدا جدا جدا. في ثانيه بشكه ابره ممكن ينقلوا امراض كتير، ممكن تدمر اسره بحالها، زي الايدز، فيروس سي، فيروس بي. ناس كتير مش عارفه ان الايدز فيه احتماليه ان هو يتنقل بشكه ابره، اسره بحالها تتدمر بسبب ابره صغيره. ما هو الناس مش هتحس ان الراجل اللي عنده ايدز ده، ما نقول له بشكه ابره، اكيد انتوا فاهمين، والراجل يبقى مظلوم، ودي اللي دمرت له حياته كلها. ثلاث نصايح هقولها لكم. اول حاجه، بلاش نقفل الابره بايدينا الاثنين، لان ده ممكن يعرضنا لشك كده شك كده شك. يقفلها بحاجه اسمها وان هاند تكنيك، اللي هو بيسيب دي كده خالص وبايده الثانيه يروح قافلها كده. بلاش بقى تعمليها كده زي القلم، لان كده ممكن ده يبقى اصغر من ده عشان خاطر لخبطه الابر. لا، من الجنب هنا كده. السرنجه ما تترميش في الزباله. ازازه صغيره من بلاستيك مقوى، نحط الابره جوه الازازه. الابره بقت جوه الازازه. الازازه دي المفروض بعد كده تروح للمحرقه عشان خاطر تتحرق تماما ونخلص منها بشكل مظبوط. الازازه دي هتحمي ناس كتير قوي من ان هم يتشكوا. انتوا منعتوا المرض اصلا ان هو يحصل، فاعملوها بنيه احياء نفس. نوعي اطفالنا بشكل كويس جدا. حاول تشارك الفيديو ده مع اصدقائك ومعارفك عشان نحاول قدر المستطاع نحمي مجتمعنا واسرنا من الاصابه بالامراض والمشكلات اللي ممكن نمنعها عن طريق